يعني زي ما بنقول هو موسم بالتأكيد صعب جدا، ونقدر نقول واحد من أصعب المواسم اللي هتمر على النادي الأهلي نظرا للمشاركة الكبيرة جدا والمتتالية في البطولات، تلاحم المباريات من بطولة أفريقيا للدوري لكأس قديم للسوبر ليج. يعني الحقيقة مجهود كبير جدا منتظرينه من لعيبة النادي الأهلي على المستوى الفني، أيضا كمان مستر كولر وتحضيره لكل المباريات القادمة. المستويات مختلفة، المستوى طبعا البطولة الأفريقية مختلف بشكل كبير جدا عن السوبر الأفريقي، هترجع للكأس برغبة كبيرة، هترجع لمباراة بطولة الدوري، فيمكن التحضيرات دي مهمة جدا. بالتأكيد إن شاء الله بإذن الله يكون كالعادة مستر كولر بالجهاز الفني بالكامل قدر إن هو يقيم المباراة الأولى مباراة سان جورج اللي بالتأكيد النادي الأهلي أداء ونتيجة الحقيقة أسعدنا بشكل كبير جدا رغم الفرص الضائعة وإهدار الفرص، لكن في الانطلاقة وانطلاقة البطولة الأفريقية في مباراة أولى تعتبر على خارج أرضك، لا نتيجة إيجابية ونتيجة مطمئنة تدينا إشارة إن شاء الله بإذن الله إن النادي الأهلي عنده هدف وحيد هو الحفاظ على البطولة الأفريقية المحببة لكل جمهور النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله يستمر النادي الاهلي في ادائه وانتصاراته في المباراه الثانيه. المباراه الثانيه ان شاء الله باذن الله زي ما احنا عارفين يوم الجمعه على استاد القاهره هي مباراه للنادي الاهلي، هي بس الامر بالتاكيد هي الغيابات، يعني ما كناش حابين ان احنا نبدا الموسم بالعدد الكبير من الغيابات ومن الاصابات، لكن ان شاء الله باذن الله زي ما بنقول رب دارة النافعه، عندنا سكواد مميز جدا، عندنا لعيبه على اعلى مستوى، مين اللي هيكون متواجد مين اللي هيشارك متروكه للجهاز الفني، لكن الروتيشن مطلوب وده الحقيقه من خلال معلوماتنا هيكون في عدد من اللعيبه هتشارك في المباراه الثانيه على راسها طبعا رضا سليم واحد من اللعيبه المميزين جدا رغم تالق حسين الشحات زي ما قلنا، لكن الروتيشن والتدوير مهم جدا نظرا لتلاحم المباريات والتوالي. طب كريم خليني ابدا معاك باسم اسم، يمكن في بعض الاسماء اللي تاكد غيابها، منهم كريم نيدفيد منهم عمرو السوليه، عايز اعرف تطورات بالنسبه لبيرسي تاو ومدى جاهزيته، هل ممكن يكون حاضر او جاهز للمشاركه في ماتش ال سان جورج؟ صلاح محسن طبيعه اصابته الفتره اللي ممكن تاخدها يعني لاكتمال جاهزيته، هل ممكن يكون موجود حتى في مباراه امبي؟ المعلومات اللي عندك المتوفره بالنسبه لقائمه الاصابات عموما. يعني في البدايه لو بيرسي تاو بنتكلم عليه هو الحل الوحيد بالنسبه لمستر كولر، الراجل جاهز فنيا وبدنيا وطبيا ان شاء الله باذن الله يكون له دور كبير في المباراه الثانيه، لكن زي ما بنقول يعني كهربا كمان يمكن هنتكلم عليه، كهربا شعر بالام بسيطه جدا في العضله الضمه، منتظرين نشوفه جاهزيته في التدريب، لكن انت عارف الام الضمه بيكون في تاني وفي هدوء بشكل كبير جدا من الجهاز الطبي، فمن الواضح ان ممكن كهربا ما يكونش متواجد في مباراه سان جورج. صلاح محسن ايضا كمان شكواه من العضله الخلفيه، كلها الحقيقه عضلات بتكون مؤثره بشكل كبير وبتحتاج للراحه اللي مش هنقول لفتره طويله، بس اللي انت عارف الالتحامات والاشتراكات في مباريات بحجم البطوله الافريقيه بيكون فيها صعوبه شويه، عشان كده بنقول جاهزيه بيرسي تاو مهمه جدا ان شاء الله باذن الله، وهنطمن عليه في خلال الدقائق القادمه مع انطلاق التدريب اللي ان شاء الله باذن الله يكون تدريب قوي وجرعه فنيه تفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. كمان السوليه منتظرين ومنتظرين ايضا كمان كريم نيدفيد، كلها اصابات، يعني مش عايزين نقول ارقام وايام غيابات على قد ما احنا ان شاء الله باذن الله منتظرين عودتهم بمشيئه الله، تحط لهم برنامج تاهيلي مميز وموضوع بشكل دقيق جدا من الجهاز الطبي، لكن زي ما انت قلت يعني صلاح محسن من الواضح ان هو مش هيكون متواجد في مباراه انبي، كهربا ايضا كمان يعني ان شاء الله باذن الله ما تبقاش مطوله الاصابه، السوليه في تاني كبير جدا عليه بالنسبه لاصابته، كريم نيدفيد ماشي بشكل طيب جدا في التاهيل، هي عدد من اللاعبين، لكن زي ما بنقول اللي بيطمننا ان احنا عندنا لعيبه مميزين عارفه قد ايه قيمه هذه المرحله وهذه الفتره المهمه جدا لفريق النادي الاهلي، كل الامور دي تتضح بس لينا مع انطلاق التدريب. انت عارف اما بيبان التدريب في البدايه بتشوف اللعيب بيجري حتى لو بيأهل بيبان جريته، نقدر على الاقل ان احنا بشكل يعني مش كبير جدا نقول التوقيت او الفتره اللي ممكن يرجع من خلالها قد ايه، لكن حتى هذه اللحظه ان شاء الله باذن الله مستر كولر يكون بقيم بشكل كبير جدا الغيابات، ويقدر يكون كمان عنده العناصر اللي تحل له ان شاء الله طبعا المباراه مباراه سان جورج. مفيش شك كريم انه من ناحيه الوفره ومن ناحيه الجوده السكواد الاهلي الحقيقه يطمنك مهما كانت اسماء اللي هتغيب عن المباراه، لكن خلينا اعرف منك كمان يعني شفنا كريم فؤاد بيرجع بعد طول غياب وظهر بشكل كويس وسجل، ودي اعتقد هتشجع كريم انه يعني يجيب فورمه الماتشات بسرعه، اخبار اكرم توفيق ايه؟ يعني طبعا كريم فؤاد الحقيقه واحد من اللاعبين المميزين، ويمكن ربنا كرمه في البدايه زي ما قلنا نفسيا كانت مهمه جدا ان هو يحرز هدف، عودته الفنيه تدريجيا ان شاء الله باذن الله. اكرم يمكن يعني زي ما بقول لك اكرم وكريم الحقيقه في برنامج دقيق جدا جدا لموضوع لهم في المشاركه في المباريات، برنامج هيكون تدريجي، مراحل هتكون مختلفه على حسب المباراه. اكرم من اللعيبه المميزه جدا اللي بيلتحم وعنده القوه وعنده الرغبه الكبيره جدا والروح القتاليه، فالخوف عليه في مباراه زي مباراه البطوله الافريقيه هتكون صعب شويه، اكرم ممكن ياخد في بعض المباريات
مباريات بطوله الدوري العام او بطوله ايضا كمان كاس مصر، ده امر يمكن التأني عليه مهم جدا. لكن جاهزيه اللاعبين يمكن اكرم وكريم طبيا وفنيا جاهزين، لكن البرنامج الموضوع اليوم في مشاركه المباراه تدريجيا ده امر اكيد بيتعامل فيه الجهاز الفني بكل دقه. احنا منتظرينهم بالتاكيد وعايزين نشوفهم في كل المباريات، لكن سلامتهم شيء مهم جدا بالنسبه لنا، لان احنا محتاجين كل اللعيبه الفتره القادمه زي ما بقول لك زميلي احمد، مرحله فيها تلاحم كبير من المباريات ومن البطولات، محتاجين كل العناصر، محتاجين كل اللعيبه ان هي تكون 100% متواجده في الملعب. اي حد يكون عنده اي اصابه لابد ان هو يتكلم، لان احنا مش عايزين نفقد اي حد من اللعيبه في مباريات هامه وحساسه جدا خلال المرحله القادمه. طيب مودست اخيرا، طبعا هو يعني اكيد مش هيشارك في مباراه سان جورج ويحق لي مشاركه بدايه من دور المجموعات، لكن خليني اتكلم بما انه وارد مشاركته امام امبي وامام الاسماعيلي، هل في برنامج مخصوص يعني محطوط لانتوني مودست؟ هل بتشوف في شغل معين بيشتغل عليه الجهاز الفني مع مودست لتجهيزه بقى لما هو قادم، ولا اكتفاء بس بالتدريبات الجماعيه؟ لا، هي نقطة مهمة جدا الحقيقة، يعني في برنامج خاص ودقيق جدا موضوع لمودست، يعني فقدناه بالتأكيد المباراة الأولى والمباراة الثانية، ويمكن فقدناه كمان في السوبر الأفريقي نظرا لقيده زي ما قلنا في الفترة الثالثة الاستثنائية من القيد اللي كانت حتى نهاية طبعا شهر سبتمبر. لكن البرنامج اللي موضوع ليه برنامج دقيق جدا في بعض طبعا الأمور الخاصة على المرمى، الفينش، الكرات، هو الراجل بيأدي أداء مميز جدا، لكن احنا اللي يهمنا حساسية المباريات والانسجام السريع مع فريق النادي الأهلي. الراجل يمكن ظهر في المباراة الأولى رغم قوتها طبعا المصري، مباراة صعبة وقوية وفيها التحامات، لكن منتظرينه ان شاء الله نشوفه في مباراة انبي، نشوفه في مباراة الاسماعيلي، واحد من اللعيبة المميزين جدا بتشوفه في التدريبات الحقيقة، يعني الفينش عنده حاجة رائعة ومميزة جدا، لكن زي ما بنقول مقياسنا الوحيد والاول هو المباريات نظرا لقوتها وحساسيتها بشكل كبير، حالة اللعيب بتكون عاملة ازاي، ان شاء الله يكون اضافة بشكل كبير في مباراة انبي. لكن احنا طبعا نتكلم على مباراة سان جورج تاو، ان شاء الله باذن الله يكون موفق جدا، رضا سليم يكون موفق ان شاء الله، ديانج، كل اللعيبة يا رب ان شاء الله باذن الله تكون على قدر المسؤولية كالعادة، ونتخطى المباراه الاولى، وبعد كده ان شاء الله باذن الله نبص لمباراه الكاس المؤجله، مباراه انبي ومنها لمباراه الاسماعيلي. محمود متولي في اخبار عنه؟ يعني اخر اخبار البرنامج اللي محطوط لي، وامتى ممكن يكون قريب من العوده مره ثانيه؟ يعني نقدر نقول متولي اسبوع ان شاء الله باذن الله بالنسبه للتاهيل، والاسبوع الثاني او نقدر نقول اقل من اسبوع ان شاء الله ياخد اجزاء تدريبيه كده فيها التدريبات تدريجيا ان شاء الله باذن الله، يعني مش هنقول الا اقل من اسبوعين بمشيئه الله يكون مشارك ومتواجد مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه ومنها ان شاء الله في المباريات. يعني اللي فهمته من كلامك يا كريم انه سواء كان برنامج تاهيلي او برنامج علاجي، يعني اغلب اللاعبين ممكن قبل بدايه مشوار الاهلي في السوبر ليج او الافرو ليج يعني الدوري الافريقي يكونوا باذن الله جاهزين للمشاركه وتحت امر الجهاز الفني. ان شاء الله ده اللي احنا يعني بنأمله وبنتمناه ان شاء الله باذن الله. اللعيبه مركزه جدا في البرنامج، الموضوع لكل اللعيبه على حده، منتظرينهم بشكل كبير جدا حتى لو عدد من اللعيبه يرجع لنا، لان السوبر الافريقي يعني بطوله صعبه جدا محتاجه الخبرات الكبيره ومحتاجه الجاهزيه التامه لكل اللاعبين. ان شاء الله باذن الله الجهاز الطبي يعني زي ما هو ماشي بشكل مميز جدا يستمر معاهم في التأهيل، ويا رب ان شاء الله تكون عودتهم عوده حميده، يساعدوا لعيبه النادي الاهلي ويساعدوا الفريق بالكامل ان شاء الله، وتكون انطلاقتنا وانطلاقه لعيبه النادي الاهلي العائدين من الاصابه ان شاء الله تكون في السوبر ليج الافريقي ان شاء الله. الله، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من داخل نادي الجزيره، النادي الاهلي في الجزيره. ده كانت اخبار الاهلي اللي